هل أظهرت البراءة من أعداء أمير المؤمنين أم لا؟ حسب قدرتك، حسب ظروفك. مؤسف جدا أن البعض إذا سمع سب فلان من أعداء أمير المؤمنين يغضب، الله أكبر. إذا سمع شتم فلان من أعداء أمير المؤمنين يغضب، بدل أن يكون فرحا مسرورا. إذا شخص بيّن جرائم أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وعلى أعداء أهل البيت اللعنة، إذا شخص بيّن هذه الجرائم بعضنا يغضب. بالله عليكم، هذا ليس كفرانا لنعمة ولاية أمير المؤمنين. ما هو الكفران؟ شخص من أعداء أمير المؤمنين تذكر جرائمه، هذا فيه غضب؟ المحروم من هذه الولاية يغضب، طبيعي، لأنه لا يعرف مدى إجرام العدو لأمير المؤمنين. أما أنت الذي تعرف حق المعرفة أن الذي كان في قلبه ذرة عداوة لأمير المؤمنين فهو يعذب في قعر جهنم لو كانت في قلبه ذرة من عداوة لأمير المؤمنين، أنت تعرف هذا الشيء، فكيف بهؤلاء المجرمين الذين أسسوا الظلم على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ شخص يطعن فيهم أنت تغضب؟ هذا ليس كفرانا لهذه النعمة؟ لا علينا، هذه النعمة التي نحن متنعمون بها، التي سوف نسأل كيف تعاملتم معها، كيف شكرتم هذه النعمة. هذه النعمة هي نعمة عظمى؟ لا، هي أم النعم، كل النعم ترجع إلى هذه النعمة. النعم الأخروية بدون هذه النعمة لا تفكر في الجنة.